أهلا بكم. فويجر 2 هو مسبار فضائي أطلقته ناسا في 20 من أغسطس/آب عام 1977 لدراسة الكواكب الخارجية. المسبار هو جزء من برنامج فويجر، وتم إطلاقه قبل 16 يوما من توأمه فويجر 1، وهو المركبة الفضائية الوحيدة التي زارت أورانوس ونبتون على الإطلاق، شقت طريقها إلى الفضاء بين النجوم. تتحكم شمسنا في الظروف المحيطة بنظامنا الشمسي، ولكن خارج ذلك يوجد الفضاء بين النجوم، وكل ما يحتويه الفضاء بين النجوم هو أنه يوجد فيه الهيدروجين في نسبة 70% والهيليوم بنسبة 28%، التي تشكلت في الانفجار العظيم الذي جعل الكون يتحرك. أما 2% الأخرى من الأشياء في الفضاء بين النجوم فهي عبارة عن غازات وغبار أثقل. والحد الذي عبرته المركبة في رحلتها على بعد أكثر من 18 مليار كيلومتر من الأرض هو فضاء ما بين النجوم. حسناً، الآن أصبح واضحاً ما هو الفضاء بين النجوم. هذا الحد وصله المسبار الفضائي التوأم فويجر 1 منذ أغسطس عام 2012 خلال رحلته من خلال النظام الشمسي الخارجي. زار فويجر 2 جميع الكواكب الغازية العملاقة الأربعة، واكتشف أيضا وصور العديد من أقمار الكواكب. مر ما يقارب 44 عاما على انطلاق فويجر 2، وهو يتحرك بسرعة 55,230 كيلومترا في الساعة، وهو الرابع من بين 5 مركبات فضائية قامت بمغادرة المجموعة الشمسية. مصادر الطاقة: زود فويجر 2 بثلاثة بطاريات نووية تحول الحرارة الناتجة عن النشاط الإشعاعي إلى طاقة كهربائية مباشرة. ونظرا لاستهلاك أيضا مع الوقت، كانت بعض الأجهزة تغلق بحيث لا تعمل بين الحين والآخر لتوفير الطاقة اللازمة لأجهزة التوجيه والاتصال بالأرض. والبطاريات مثبتة على ذراع طويل على المسبار، بحيث لا تتأثر كثيرا الأجهزة الإلكترونية والأجهزة العلمية بالإشعاع. اللوحة الذهبية: أرسل العلماء على متن مسباري فويجر 1 وفويجر 2 لوحتين معدنيتين متماثلتين، منقوش عليهما معلومات عن الأرض وموقعها وسكانها. اللوحة عبارة عن لوحة من النحاس ومغطاة بطبقة من الذهب لحمايتها من الصدأ والتآكل. معلومات اللوحة تتضمن تسجيلات صوتية وصورا عن الإنسان، ويوجد على سطحها الأمامي تفسير عن طريقة قراءة وفهم ما على اللوحة من رموز، وهي تعطي وضع الشمس بالنسبة إلى 15 من النجوم النابضة، كما تعطي شكل الإنسان وطوله. شكرا لمشاهدتكم.